بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع: كيف نرضي الله عز وجل؟ رضا الله يجب أن يسعى إليها المؤمن، ومن أرضى الله أرضاه الله ورضي عنه. إرضاء الله يجلب لنا السعادة وراحة البال ويبعد الشقاء، وتنزل السكينة والطمأنينة إلى القلب، فيكون القلب نقياً منوراً بالإيمان، وفيه الحب والحنان والرحمة والشفقة، وهذا هو القلب الروحي الذي ينظر الله إليه يوم القيامة. نرضي الله بطاعته وعمل ما أمرنا به، ونستغفره ونتوب إليه كل يوم، ونبتعد عن ما نهانا عنه، نعبده حق عبادته بكل عقلنا وقلبنا ولا نشرك به شيئا، ونتبع ونقتدي بأفعال النبي في صلاته وصيامه وأخلاقه وجميع ما دلنا عليه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن أحب الأعمال التي نتقرب بها إلى الله هو القيام بما فرضه علينا من صلاة وصيام وزكاة، نشكره ونحمده فيكون اللسان رطبا من ذكره، أي الإكثار من ذكره والتوكل عليه، وأن نكثر من عمل الصالحات والخيرات والإحسان لوجه الله لكسب رضاه ومحبته، وليس للتباهي بها أمام الناس وإرضاءهم. ومن أحب الأعمال التي نتقرب بها إلى الله هو السعي لنيل رضا الوالدين والرفق بهما. قال عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات. النهاية السعيدة للإنسان من مات وربه راضي عنه ويحبه. الله يرضى ويحب المؤمنين المتطهرين المتقين التوابين الشاكرين المحسنين الصابرين الذاكرين لله وبر الوالدين وأداء الصدقة وتلاوة القرآن وصلة الرحم. الله لا يحب الكافرين الظالمين الذين آذوا الناس بالسحر وحلف اليمين الغموس الكاذب، ولا يحب المفسدين والخائنين والغش والبطر والتكبر والسركة والنميمة والأخلاق السيئة والحسد. To keep watching these videos, go to YouTube channel نائل مصيطف.